আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ। কদ কামাতিস সালাহ, কদ কামাতিস সালাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহু আকবার, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين
صلاه التراويح. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا
وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا
فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان موساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره كلا ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াওমিদ্দিন, ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سدرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله দ্বিতীয় রাকাতে একটি সিজদা আছে আল্লাহু আকবার الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الله أكبر الله أكبر بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله প্রথম রাকাতে একটি সাজদা আছে আল্লাহু আকবার الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر الله أكبر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من
من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب أستغفر الله ربي من كل ذنب أستغفر الله ربي من كل ذنب أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي من كل ذنب أستغفر الله ربي من كل ذنب اللهم صل على سيدنا ولم يلد ولم يولد
جعلنا من أشقى المخلوقات تقبل صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غفار يا حي يا قيوم نسأل منك الجنة ونعوذ بك من النار نسأل منك الجنة ونعوذ بك من النار نسأل منك حسن الخاتمة نسأل منك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا رزقا هلالا طيبا وتوبة نسوها توبة نسوها توبة نسوها توبة قبل الموت وراحة عند والعفو عند الحساب والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار وحدق رزقنا من النار نسأل منك الرحمة في شهر الرحمة في شهر المغفرة في شهر التم من النار في شهر القرآن في شهر التلاوة في شهر نزول الرحمة اللهم ارحمت عبادك المصلين والقائمين في التراويح والصائمين والقائمين والداعين والمخلصين والمصلين والطلاب والأساتذة وتقبل جامع المجامع المدارس والمعاهد الدينية والمساجد اللهم عمر قلوبنا وزكيها وأنت خير من زكاها آتي أنهر تقواها وأنت خير من تقواها أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الله يا الله يا الله يا الله شمس رزاق الرزاق قبول كرم الله الله حفظ كرمك جزاك جبير سلام للتلاوة سنة الله جبير مرا لب أمر সারা দুনিয়ার মুসিবত দূর করে দাও আল্লাহ আপনার আজাব দূর করে দেন আমাদেরকে কবুল করেন এই ভিখারীদেরকে সাহায্য করেন ভিখারীদেরকে সাহায্য করেন ভিখারীদেরকে সাহায্য করেন ঈমানের পুক্তি কি দান করেন আমলের পুক্তি কি দান করেন বাকি এগারো মাসের জন্য কুয়ত দান করে দেন আল্লাহ গুনার থেকে বাঁচার তৌফিক দান করেন নেকির কাজ করার তৌফিক দেন জবানের গুনার থেকে বাঁচায় রাখেন চোখের গুনার থেকে বাঁচায় রাখেন হাত পায়ের গুনার থেকে বাঁচায় রাখেন সিরাতুল মুস্তাকিমের উপরে থাকার তৌফিক দেন এত্তেবায়ের সুন্নতের তৌফিক দান করেন ইয়া আল্লাহ অহংকার থেকে বাঁচায় দেন ওজিব থেকে বাঁচায় দেন রিয়াকারী থেকে বাঁচায় দেন হুব্বে মাল হুব্বে জাহ থেকে বাঁচায় দেন আল্লাহ ইয়া মাওলা ইয়া মাওলা আপনি আমাদের আপন হয়ে যান কানা লিল্লাহি কানা আল্লাহু ইয়া আল্লাহ আমাদের আসাদ যাদেরকে জাযায় খের দেন আমাদের মুরব্বীদের জাযায় খের দেন বিপদ যাদের বিপদ দূর করে দেন আল্লাহ আল্লাহ কলবি আসলা দান করে দেন আল্লাহ আপনার
ফল রবীন্দ্র উশিলায়, মোতা কৃষিণের উশিলায়, হাফেজদের উশিলায়, বুজুর্গের দিনের উশিলায় আমাদেরকে পার করেছেন। দেশের জন্য খায়রের ফয়সালা করে, সারা বিশ্ব মুসলিমের জন্য খায়রের ফয়সালা করে, সমস্ত মুসলমানদেরকে মাফ করে দেন, সমস্ত কাফেরদেরকে মুসলমান বানিয়ে দেন। আল্লাহ আমাদের দেশের জন্য হেফাজতের ব্যবস্থা করে, দিনই শিক্ষাকে সব জায়গায় চালু করে দেন, সারা দেশের ভিতরে ইসলামকে চালু করে দেন। আল্লাহ ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে হেফাজত করো, কাশ্মীরের মুসলমানকে হেফাজত করো, আফগানিস্তানের মুসলমানদের হেফাজত করো, ইয়া আল্লাহ বসনিয়ার মুসলমানদেরকে হেফাজত করো, ইয়া আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দাও, ইয়া আল্লাহ শিশু বাচ্চাদেরকে জবাই করো, মাসুমিন ছেলে মেয়েদেরকে মেরে কুটকুট করতে। রমজানের এই পবিত্র মাসে যদি মাগফিরাত না পায় আল্লাহ, আর কোন সুযোগ নাই। আল্লাহ নবী বদদোয়া করছেন আমাদের জন্য, আল্লাহ আমরা টুটাবাটে হেফাজত করছি, আল্লাহ লাইলাতুল কদর নসিব করে দাও আমাদের, আল্লাহ আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে দিনদার বানাও, আমাদের বিবি বাচ্চাদেরকে দিনদার বানাও, আল্লাহ সমস্ত কৃষকেরকে কৃষি ধানের মধ্যে বরকত দাও, ইয়া আল্লাহ অফিসারদেরকে অফিসারি বরকত দাও, আল্লাহ ছাত্রদেরকে বড় বড় আলেম বানিয়ে দাও, উস্তাদদেরকে বড় বড় ওলি আল্লাহ বানিয়ে দাও, আশেপাশের সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে তিনি জাজবা দাও, আল্লাহ মাদ্রাসা কবুল করো, মসজিদ কবুল করো, যারা দান খেয়ালত করে তাদের জান মানে বরকত দাও, আল্লাহ এলাকাবাসীর উপরে রাহাম নাজিল করো, এলাকার মাইয়ত কবরবাসীদেরকে মাফ করে দাও, আল্লাহ তারা আমাদের দিকে ছায়া রয়েছে, আল্লাহ একদিন আমাদেরকেও কবরে যাইতে হবে, ইমান নিয়ে যাইতে পারি, এই জায়গার মধ্যে বৈশা 40 বছর যাব তোমারে ডাকতেছি, আল্লাহ আল্লাহ তোমারে ডাকতেছি, আল্লাহ তোমারে ডাকতেছি, আল্লাহ এলাকার মুসলমানের মধ্যে দিনের জজ্বা হয়ে দাঁড়িয়ে, আল্লাহ অনেক মানুষ মোতাকে বিভিন্ন শহর থেকে এখানে আসছে, আল্লাহ বিভিন্ন ধরনের মানুষ আসছে, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির ছেলেরা আসছে, যুবকরা আসছে, আল্লাহ এলাকার আসছে, আল্লাহ বৃদ্ধরা আসছে, আল্লাহ এরা মনে করে দোয়া কবুল হবে এখানে, আল্লাহ আল্লাহ তুমি নিরাশ করো না আমাদেরকে, বাকি আমলগুলো করার তৌফিক দে, আল্লাহ দিনই সমস্ত মাদারিসকে হেফাজত করো, মসজিদকে হেফাজত করো, রব্বি যারা কবরে শুয়ে আছেন আল্লাহ তাদের মাফ করে দাও, মাফ করে দাও, আল্লাহ আমাদের যে দুইজনে কুরআন শরীফ পড়ে শুনাইল, আল্লাহ এদেরকে বড় বড় আলেম বানিয়ে দাও, এদের মা বাপদেরকে জাযায়ে খায়ের দাও, সমস্ত উফাজদেরকে জাযায়ে খায়ের দাও, এদের আসাতেযা ইকরামদেরকে জাযায়ে খায়ের দাও, আল্লাহ তোমার কাছে চাওয়ার কিছু না, তুমি জানো ইয়া আল্লাহ ছোট বাচ্চা শুধু কান্দে, মা সব বুঝে নেয়, আল্লাহ মুখ নেই জবান নেই তোমার কাছে বলার, গুনাতে মুজাসসাম হয়ে রয়েছে, আল্লাহ অহংকারে ভরা, রিয়াকারিতে ভরা, সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে গেছে, আল্লাহ মা কিন্তু তার ছেলেকে কুলে নিয়া পায়খানা সাফ করে চুমা দেয়, আল্লাহ আমাদের বন্দেগি কবুল করো, আমাদের গোলামি কবুল করো, রসুলের তুফাইলে কবুল করো, বুড়া মানুষের তুফাইলে কবুল করো,
এতিমদের তুফাইলে কবুল করো, হাফেজদের তুফাইলে কবুল করো, জান্নাতীদের তুফাইলে কবুল করো আল্লাহ। কোরআনে কালিমের উসিলায় আমাদের মাফ করো, কোরআনের প্রতিটি শব্দের উসিলায় মাফ করে দাও, প্রতিটি হরকতের উসিলায় মাফ করে দাও, প্রতিটি নুকতার উসিলায় মাফ করে দাও, সারা বছর তেলাওয়াতের তৌফিক দিও আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার তৌফিক দিও, নফল তাহাজ্জুদ গুজারির তৌফিক দিও। ইয়া আল্লাহ আজকে যেরকম একসাথে বসে রয়েছি আল্লাহ, মনকে গলায় দাও আমাদেরকে আল্লাহ, কাল আসরের ময়দানে একসাথে জান্নাতে করে দিও। নবীর সাথে করে দিও আল্লাহ, বাইতুল্লাহর জিয়ারত নসিব করে দাও আল্লাহ, বাইতুল্লাহর জিয়ারত নসিব করে দাও, মদিনার মহব্বত দান করো, মদিনার মহব্বত দান করো, শাহে মদিনার সাথী বানিয়ে দাও, শাহে মদিনার সাথী করতে দাও, সাইয়েদুল কাউনাইনের গোলাম বানিয়ে দাও, সাইয়েদুল আম্বিয়ার গোলাম বানিয়ে দাও আল্লাহ। এক মিনিটের জন্য জাহান্নামে যাওয়া সম্ভব হবে না, তোমার হাবিবের কষ্ট হবে আল্লাহ, তোমার হাবিবের কষ্ট হবে। আমরা জাহান্নামে গেলে আল্লাহ তোমার কোনো লাভ নাই, আল্লাহ তোমার রহমান তুমি রহিম, সবকত রহমতি আলা গজবি, সবকত রহমতি আলা গজবি, আল্লাহ তোমার রহমত ছাড়া আমাদের মুক্তির কোন পথ নাই। এ আল্লাহ শেষ দশ দিন চলে যাইতেছে, এ আল্লাহ আমাদের নামগুলো জান্নাতে লিখে দাও আল্লাহ। এ আল্লাহ আমার সাথে যারা হাত উঠাইছে আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, আগামী বছর সুযোগ হয় কিনা জানি না আল্লাহ, আগামী বছর একত্রিত হইতে পারি কিনা জানি না আল্লাহ, যখন মৃত্যু দাও ইমানই মত নসিব করে দিও আল্লাহ, সিরাতুল মুস্তাকিমের উপরে রেখে ইমানের সাথে কবরের সহল জবাব থেকে মুক্তি দিয়ে দিও আল্লাহ, হাসরের বিচার ছাড়া আমাদের মুক্তি দিও, পলকে পুলসিরাত পার হওয়ার তৌফিক দিও আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ, এই ঘাটিগুলো বড় ভয়াবহ, একা একা চলতে হবে আল্লাহ, একা ঘরে থাকতে হবে আল্লাহ, অন্ধকার ঘরে থাকতে হবে আল্লাহ। আল্লাহ বেপর দিকে দূর করে দাও, বেপদুর দিকে দূর করে দাও, বেপর দিকেই দূর করে দাও। ইয়া আল্লাহ, মহিলাদেরকে দিনদার বানায় দাও আল্লাহ, পর্দা নিশীন বানায় দাও আল্লাহ, এলাকা সারা দেশে বেদাত দূর করে দাও আল্লাহ, শিরিক দূর করে দাও আল্লাহ, বেদাত দূর করে শিরিক দূর করে সুন্নতকে জিন্দা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ যারা দিনের কাজ করতেছে আল্লাহ, দিনের কাজ করতেছে আল্লাহ, তাদের মধ্যে এখলাস দান করে দাও, উলামাদের মধ্যে বসিরত দাও, উলামাদের মধ্যে ইত্তেহাদ দাও, আপসের ঝগড়া দূর করে আল্লাহ বিল মহাব্বত দাও আল্লাহ, এই জাতিরকে দিক নির্দেশনা দিবে আল্লাহ, এই উলামাদেরকে তুমি মুখলিসিন বানায় দাও ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান, ইয়া রহিম, ইয়া করিম, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, তুমি রব্বুনা, আমাদের কোন রব নাই তুমি ছাড়া আল্লাহ, ঋণগ্রস্তদের ঋণ আদায়ের তৌফিক দিয়ে দাও ইয়া আল্লাহ, হালাল রিজিকের মধ্যে বরকত দিয়ে দাও আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, এমন মাল দিও না যে মাল তোমার থেকে দূর করে দেয়, এমন পথ দিও না যে পথ তোমাকে ভুলে দেয় আল্লাহ, আল্লাহ তুমি আমাদের হয়ে যাও, আমাদেরকে তোমার বানায় নাও আল্লাহ, সেলাহিয়ত তুমি আমাদেরকে দান করো। ইয়া আল্লাহ, কত বলার কথা লজ্জা লাগতেছে, তোমার হক আদায় করতে পারি নাই, কিমত ছাড়া তোমার দয়া কঙ্গাল হয়ে হাত উঠেছি। ইয়া আল্লাহ, আমাদের দোয়া কবুল করো, আল্লাহ আমাদের চোখের পানিকে তুমি কবুল করে নাও, তোমার পছন্দিদা আমল করার তৌফিক দান করো, হিম্মত দান করো,
ইমানি মজবুতি দান করো আল্লাহ, গুনাগারদেরকে মাফ করে দাও, কাফেরদেরকে মুসলমান বানাও, আল্লাহ যাদের ভাগ্যে নাই তাদেরকে দমন করে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমরা নবীকে দেখি নাই, আল্লাহ সাহাবি দেখি নাই, তাবেঈ দেখি নাই, আয়েম্মায়ে মুজতাহিদিন দেখি নাই, আল্লাহ আমাদেরকে নসিব করে দাও, তুমি গলাত করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ এই মজলিস থেকে উঠার আগে আমাদের মাফ করে দাও, আল্লাহ এই মজলিস থেকে উঠার আগে মাফ করে দাও, আল্লাহ এই মজলিস থেকে উঠার আগে মাফ করে দাও, আমাদের দিলকে ঠান্ডা করে দাও আল্লাহ, আমার দিলকে ঠান্ডা করে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমার দিলের মধ্যে তোমার মহাব্বতের আগুন জ্বালায় দাও, নবীর পাগল বানায় দাও আল্লাহ। আল্লাহ এই মহল্লার উপরে রহম নাজিল করো, কবরবাসীদের উপরে রহম নাজিল করো, বাকি 6-7 দিনে বাকি ইবাদত গুলো কবুলের তৌফিক দাও। ইয়া আরহামার রাহিমিন, কবরে যখন শুয়ে যাই, ইয়া আল্লাহ ইরজি ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতান মারদিয়াত, জাগ দিয়ে দিন, ইরজি ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতান মারদিয়াত, ফাদখুলি ফি ইবাদি وادخلي جنتي بالذق ونادي الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب অনেক দোয়ার কথা বলছেন আল্লাহ, মুখে বলছে, টেলিফোনে বলছে, কোরআন খতমের দোয়ার কথা বলছে, ইয়া আল্লাহ সব খতম কবুল করে নে আল্লাহ, এর জাজা সবাইকে দিয়ে দাও আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ, আমাদের হাতকে ভিখারির হাতকে ফিরত দিও না আল্লাহ, রমজানের মাসে তুমি আমাদেরকে দান করার কথা বলছো আল্লাহ, ভিখারি আমরা তোমার কাছে চাই আল্লাহ। ইয়া রহমান ইয়া করিম, ইয়া রহমান ইয়া করিম, ইয়া করিম ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম, বিরহমাতিকা নাস্তাগীছ, নাসআলু মিনকাল জান্নাহ ওয়া নাউযু বিকা মিনান নার। ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري فيسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم اغنني بالعلم وعيني بالحلم وزيني بالتقوى وجمل لي بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بلى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واستر على عيوبهم، واغفر على ذنوبهم. اللهم أعنا على لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا فيها رضا إلا قضيتها، ولا كربة من كرب الدنيا والآخرة إلا كشفتها، يا مجيب دعوة السائلين، يا مجيب دعوة السائلين، يا مجيب دعوة السائلين. ارحم على أمة محمد، واغفر على ذنوبهم، واستر على ذنوبهم، إنك رؤوف رحيم، إنك الغفار والغفور، إنك الستار والستور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسأل منك حسن الخاتمة، نسأل منك حسن الخاتمة، نسأل منك حسن الخاتمة،
যখন মৃত্যু হয় মুখ দিয়ে যেন কালিমা বেরিয়ে যায়, যখন মৃত্যু হয় মুখ দিয়ে কালিমা বেরিয়ে যায়, যখন মৃত্যু হয় মুখ দিয়ে কালিমা বেরিয়ে যায়। ইয়া আল্লাহ শত্রুদেরকে আপন বানিয়ে দাও, শত্রুদেরকে আপন বানিয়ে দাও, শত্রুদেরকে আপন বানিয়ে দাও, হাসদির হাসাদ থেকে মুক্তি দাও, শামাতাতুল আদা থেকে মুক্তি দাও, দরদের শাকাত থেকে মুক্তি দাও, সুইল কাজা থেকে মুক্তি দাও। আল্লাহ তুমি জানো আমাদের কি দরকার, তোমার খাজানা ভরা, খালি থাকে না তোমার খাজানা। আমাদেরকে নাম জান্নাতিদের মধ্যে রেখো, ময়দানে হাসরে তোমাকে এক নজর দেখো। সমস্ত মতাকে ফিরদেরকে থেকে কবুল করো, তসবিহ ইকবাল সবাইকে কবুল করো, আশেপাশের মানুষের মধ্যে দিনদারি দাও। আল্লাহ যারা তবলিগের কাজ করতেছে তাদের সমস্ত পরেশানি দূর করে দাও, দাওয়াতুল হকের কাজ করতেছে তাদের সবার পরেশানি দূর করে দাও, আরো যত দিনের কাজ করতেছে তাদের হিম্মত দাও, সামান মাহাইয়া করে দাও, মানুষের দিলের মধ্যে মহাব্বত তৈরি করে দাও, ঝগড়া ফসাদ দূর করে দাও। সুবহান রব্বিকা রব্বিল ইজ্জতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন, আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিম। আল্লাহু আকবার, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর-রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممد. আল্লাহু আকবার। সামিয়া আল্লাহু লিমান হামিদা। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর-রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله